اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا الاخوان فلوق ديال اليوم فلوق جديد ان شاء الله بتاريخ 23/10/2022. انا كما تتشوفوا معنا الاخوان تبارك الله، خروفه سمينه، اللهم بارك، واجده تبارك الله، ديال الجزائر. تحياتي لكم الاخوان، الناس اللي تفرجوا فينا مرحبا، مرحبا الناس الجزائر، تحياتي ليهم، اللهم يسر. هم الاخوان هادي متواجده النواحي ديال مكناس، اللي عنده الغرض الاخوان اي استفسار مرحبا، النمره هي على الشاشه، اي استفسار مرحبا، واش مرحبا. خروفه تبارك الله، يعني بلديه اصيليه، الميزان تبارك الله كاين، العلف تقريبا راه من العيد وهي تتعلف. هنا الاخوان هادي راه مشريه في السوق الاول مور العيد، تبارك الله راه مشريه، اللهم يسر. والعرس تبارك الله يعني مطول، الميزان تبارك الله كاين، الله يسخر الجميع. الاخوان اللي عنده الغراض وبغى يشري مرحبا والف مرحبا. العدد كاينه 181، 81 خروفه اللي كاينه، 81 خروفه كامله تبارك الله، سمينه ديال الجزائر. بالنسبه للثمن الاخوان عطينو 800 درهم وقطعه ب 925 درهم، 925 درهم تيقول، والله يسخر الجميع. نتمنى الاخوان اللي عنده شي مناسبة ولا شي حاجة مرحبا بيه وألف مرحبا، واللي عنده الغراض مرحبا تاهو. أخوكم راعي الغنم بالأطلس المتوسط، يحييكم من مدينة مكناس، النواحي ديال مكناس، الطريق لي غادا لفاس، حنا متواجدين فيها الإخوان، وتبارك الله عليكم. السلعة تبارك الله الإخوانية هادي طايبة تبارك الله، اللهم يسر. تحياتي لكم وتحياتي للجميع، نتمنى من الله يوفق الجميع، الله يدير الحال.